شادي انا ما كنتش اعرفه ولا من السنه دي يعني، تمام. شخصيه ما اعرفش، معرفه شخصيه يعني، بس شادي من اكتر الناس صحابي يعني، اصحابي قريبين مني الفرقه. شادي شخصيه جميله جدا، شخص محترم جدا، مؤدب. على المستوى الشخصي انا اصلا بحبه بره الكوره يعني، فنيا لعيب كبير، لعيب يعني. انا رايي اللي هو اتظلم اللي هو ما راحش منتخب مصر، مسجل 4 تجوان في 8 ماتشات، فده رقم كويس. سواء بقى بيلعب هاف، بيلعب فيرويد، بيلعب رقم 10، بيلعب في اي مكان، بس هو عامل موسم كويس. فانا يعني المستوى الشخصي انا بحب شادي جدا. هو لعيب كبير يعني، شادي تاني سنه في الدوري الممتاز، بس لا لعيب كبير يعني، عنده ثقة كبيرة في نفسه كمان، تقيل جدا يعني جدا بالزبط. جدا جدا ومحترم يعني، حقيقي بعيدا عن الكورة، ولا هو شخص محترم صح. مؤدب. في الكورة بقى شادي يلعب فيرويد يلعب عادي، ما عندوش مشكلة، يلعب هاف يلعب، يأدي في الاثنين. فأنا بحييه وأتمنى له التوفيق الفترة الجاية. حلو إن يكون الروح موجودة في اتنين لعيبة. على فكرة هو مش كلام، في نفس مش مفهوم. كلام، مش أنا في برنامج. لا هو أنا كمان بأمن على كلامك إن أنا عارف شادي كويس. أنا لو كده هقول لك لا، أنا عارفك قوي. أنت فاهم، أنت عارفني وصاحبي يعني. لكن شادي بجد أنا بحبه وهو شخص محترم يعني. طب بمناسبة